اليوم جيتكم بواحد الموضوع جديد كما كنت وعدتكم غادي ندير موضوع تنهضر فيه على الرواتب ديال الرؤساء في افريقيا. يعني خلال يعني اعدادي يعني لهاد الحلقه هذه لقيت بان ضروري ما خصنا نطرقوا الموضوع. هو اول حاجه الصالير ديال المالك وشحال تكلف يعني دافعي اموال الضرائب بلا ما نهضروا على النفقات ديال القصر ويعني نهضروا على النفقات ديال الاسره المالكه الملكي في المغرب ككل. يعني نهضروا على الصالير ديال المالك اللي تكلفني دافع اموال الضرائب شنو نديروا به كمغاربة الى هذا في حالة يعني تحقق هذاك الحلم ديال ربط السلوكية بالمحاسبة. المهم غادي نبداو. الملك فاش جا في 1899 كان لقب راسو بملك الفقراء ويكسب حوالي حاليا ما يزيد 68 مرة ما يزيد عن المواطن المغربي العادي ويتقاضى يعني الراتب ديالو السنوي اللي هو 4.6 مليون ديال الدرهم ما يعادل 416 الف دولار امريكية. وتتكلف يعني الصالير ديال الملك تكلف يعني دافعي اموال الضرائب ما يزيد على 160 مليون دولار امريكي. وهنا يبغي ندير واحد القوس ورجع لواحد المساله مهمه وقعت السنه الماضيه واللي هي ارباح ديال الهولندي الملكي اللي حققت ارباح يعني صافيه 4.6 مليار ديال الدرهم. والتقرير هذا راه نحطو لكم هنا نشرف في الهيس برايس ودفع الخزينة الدولة دفع لهم 7 مليون دولار. والضريبة اللي دفع على هذا المبلغ ديال 4.6 مليار ديال الدرهم هو 7 مليون دولار. وواحد مقارنة بسيطة إلا كنا حنايا كشعب يعني فقير يعني دولة فقيرة بدون إمكانيات كما تسمي كما هما تيقولوا تنخلصوا المالك يعني 160 مليون دولار في العام. شنو يمكن لينا نديروا يعني بعد 160 مليون دولار؟ أنا درت واحد البحث ربما حنا عندنا ياك المالك فاش جا نعط راسو خدا هذاك لو تيتخ ديال لو روا دو بوف ولا سميتو كينغ اوف ذا بور ملك الفقراء ياك هذا هو لو تيتخ ديال المال اللقب ديالو هو هذا تايتل. مادام اخويا انت ملياردير دير بحال بزاف ديال لي مليارديرات اللي في العالم. مثلا ناخذ دونالد ترامب. دونالد ترامب ملياردير كبير في العالم وتصور عرفتي شحال تياخذ في العام تيربح 400 الف دولار في العام. يعني ما بحالو بحال غير الملك الصالير ديالو زايد على الصالير ديال دونالد ترامب 60 الف دولار. تيتخلص دونالد ترامب 400 الف دولار. هذيك 400 الف دولار شنو قال لهم؟ قال لهم خذوها هذيك 400 الف دولار. دونالد ترامب تيعطيها يعني للجمعيات اللي تهتموا يعني مع امراض السرطان وتعاود تيدفعها كاع لهذيك الخدمات الاجتماعيه. هو تيديرها. شحال تيشد دونالد ترامب في الشهر ولا في العام؟ شحال قبل انه يشد فقط دولار واحد؟ هذا هو اللي تيشدو يعني دونالد ترامب في العام قبل بهذاك المبلغ الرمزي دولار واحد خدمه يعني لشعبه الامريكي العزيز. بينما محمد السادس تيحكم دوله فقيره دوله صغيره ماشي كبيره بحال الولايات المتحده ماشي عظمى بحال الولايات المتحده ما تقدماش بحال الولايات المتحده. يعني الصالير ديالو اكثر من ديال دونالد. والمساله اللي بنطرق لها هي انه تيقول ملك عنده شركات ولا ملياردير لانه جمع ما بين هو ما بين السلطه والثروه يعني جمع ما بين الاقتصاد والسياسه بغاهم بجوج. يعني ما بغاش يدير حاجه حتى كيبغاهم بجوج لان بعض السياسيين بالنسبه لهم يعني دخول يعني السياسه هي واحد المهنه مربحه بواحد الصوره يعني تتولي انسان ثري واحد المده وجيزه بزاف. لذلك حنا ما كرهناش هذا الملك فقراء انه يتنازل على هذا الصالير ديالو ويعيش يعني بهذوك الاموال اللي تيربحها من خلال الشركات ديالو حتى هذا يعني مدخل الاصلاح في المغرب. شنو يمكن لينا حنا كشعب نديرو بهذا 160 مليون دولار؟ اوكي درت انا واحد البحث قلت زعما شحال الا تبني مثلا سبيطار شحال غادي يكلفنا هذا السبيطار؟ الا تبني سبيطار شحال يكلف يعني التكلفه ديال بناء مستشفى؟ لقيت بان مستشفى ب 500 سرير مجهز يعني بجميع المعدات كل غرفه فيه مجهزه بجميع المعدات يعني الحديثه وتحتوي على 500 سرير كلهم يعني مجهزين يعني 500 سرير مجهز الطاقم ديالو كلشي. حوالي غادي يكلفنا 800 مليون دولار. وديك 800 مليون دولار انا درت لها القسمه قسمتها على 5 تعطيني 160 مليون دولار بلاص 160 مليون دولار تقدر تبني لنا مستشفى 100 سرير مجهز لجميع المرضى. تصوروا معايا حيت لاش ديت 500 سرير قسمتها على 5 غادي تعطيني 100 و100 160 مليون دولار غادي نبنيو بها يعني مستشفى مجهز ب 100 سرير مستشفى. انا نوريكم الصوره ديال المستشفى هنايا باش تشوفوا يعني اي نوع ديال المستشفى. مستشفى كبير ماشي مستشفى صغير. تصوروا معايا كل سنه دابا هو حكم 20 عام يعني كان بامكاننا كل سنه نبنيو تقريبا 20 سبيطار كل مدينه ولا في كل قرى نديرهم حنايا القرى البعيده والناس اللي تتموت مثلا بلاص ولا في الجنوب ولا في يعني هاد الناس اللي تعيشوا في القرى يعني النائيه كون بنينا لهم سبيطار في المستشفى. ونديروا حنايا يعني مبلغ رمزي للناس اللي عندهم يدفعوا اللي ما عندوش يدخل يداو فابور واللي عندهم
عنده حسب يعني القدرة ديالو يدفع يعني حسب القدرة ديالو. نديرو مبلغ مثلا رمزي ديال 50 درهم ونقولوا هذا السبيطار هذا تلقى يعني 5000 مريض في العام. نشدو ديك 50000 نضربوها في 12 شحال تعطينا؟ تعطينا واحد المبلغ لا بأس به. ديك المبلغ نقدو نطورو به المستشفى، ندفعو في شي بحث علمي ولا في شي حاجة. كاين أطباء بلا حدود، كاينين أطباء تيبغيو يسافروا يخدموا الإنسانية، ما تيبغيوش كاع يتخلصوا، تيبغيو يتخلصوا مثلا أثمنة رمزية. نقدو هاد الأطباء هادو هما اللي نجيبهم لهاد المستشفيات هادي يخدموا فيها، وبحال هكا يعني القطاع الصحة غادي يولي يتطور بواحد الشكل سريع جدا. أنا ما بغيش، أنا هضرت هنا على الصريد الملكي وشنو يمكن نديرو به، ما طرقش الموضوع ديال عندنا الفوسفات، عندنا جوج حور. غنقولوا على الفوسفات اللي ما يعني الشركات الفوسفات مادام جيناش في البورصة. علاش؟ لأنهم بغاو يخبيو يعني الأرباح ديالها، والأرباح ديالها أنا تتصور يعني خيالية. غير في النص ديال 2019 دخلت أرباح 6 مليار ديال الدولار. كما تتشوفوا يعني فاش حنا تنشوفوا أن ملك دولة فقيرة بحال المغرب تيتخلص أكثر من رئيس أمريكي، وفعلا ما قدم والو المغرب في قطاع الصحة، يعني ما دار والو، ما بنى والو. يعني هنا فاش تنهضروا الناس يقولوا باغينا نوليو بحال سوريا. سيدي ما باغين، علاش تولي بحال؟ شكون اللي باغي يولي بحال سوريا؟ واش بنادم تنتقد واحد الإنسان تيجمع ما بين ما هو سياسي وهو اقتصادي؟ تا ولا رد بناء إمبراطورية اقتصادية في هذيك البلاد، ورد شعبو يعني رد الشعب ديالو من الزبائن. هنا فاش تنهضروا على أن ضروري فصل الثروة عن السلطة، اللي بغيت أخي الملك السياسة هو سير دخل أنت انتخابات ودير حزب سياسي وبدا. ما يمكنش نبقاو في واحد الملكية مطلقة تجمع ما بين السلطة والثروة، وبغينا البلاد تقدم، راه ما غاديش تقدم وغادي تبقى يعني اللور. رواندا اللي عاش يعني الحرب، ندخل هنا نهضر على رواندا، رواندا اللي عاش الحرب الأهلية في 1994، وتم يعني قتل أزيد من مليون ديال البشر، وجوج المليون ديال البشر هربوا، تدمرات يعني اقتصاديا واجتماعيا، يعني طاحت دولة رواندا. دابا رواندا راه دارت واحد المصالحة يعني سياسية شحال هذه، من بعد الناس من بعد هذيك الحرب اللي استمرت 1994 100 يوم تقريبا، واللي مشى فيها الضحايا بالملايين. دابا راه ولاو تيطلقوا عليها اسم سنغافورة ديال افريقيا، دي نيو سنغافورة، تيسميو رواندا، يعني رواندا تيطلقوا عليها اسم سنغافور الجديدة. الدولة هذه اللي عاشت يعني هذه الحرب وتدمرات، ودابا جات مورانا وفاتنا بزاف، فاتنا بزاف اقتصاد. راه غير القطاع الصحي ديالهم راه يفوت المغرب بالاف السنوات الضوئية. فاش نهضروا على الطابوهات هذه اللي كاينه في المغرب، بحال مثلا الصالير ديال الملك، شحال تيكلفنا الملك، النقاش هذا اللي خصو يكون اصلا نقاش عمومي ما عندناش في المغرب. ما يمكنش تجبد هذا النقاش هذا وتعيش مرتاح في حياتك. يقدروا يلقوا لك مس المقدسات او تشهير او شي لعبه باش يسكتوا، باش لان هذا هو النقاش اللي خصو يكون عندنا دابا في المغرب. لان الملكيه جزء من المشكل، وربما هي 70% ديال المشكل المغاربه في ذيك البلاد. المهم، نتمنى الموضوع انه عجبكم، وتحياتي ونشوفكم في موضوع اخر.